انت عندك طقوس معينه بالاكل؟ انا ما باكلش غير وانا بلعب ترامبولين. الصبايا بده يرحبوا فيك بالملبن ولا شاي؟ الملبن للملبن. نرمين، قديش بتقضي وقت ساعات بالمطبخ؟ ممكن لما ارجع البيت او جوعانه افتح علبه تونه اكل اكل القطه. طيب نرمين، سؤال هيك شويه شخصي، جبت الجاكيت منين؟ ليه ما تجوزتي لحد هلا؟ والله ما حدش طايق البوت بتاعي. انت بتحب التمثيل اكتر او تقديم البرامج؟ انا بحب ركوب العجل الحقيقه. ليش رفضت لاعب كره القدم السعودي اللي تقدم لك بالاخر فتره؟ ما كانش قادر على مصاريفي. صحيح رح تعملوا جزء تاني من مسلسل مليار ريال؟ محدش الحقيقة موافق يدينا قرض. هل صحيح أن قصة فيلمك الحوت الأزرق هو مستوحى من فيلم الفيل الأزرق؟ لا، بالدبان الأزرق. فرقة أعضاء الشيف فخرات كبير الطهاة دي فرقة البهليل جايين يزفوك. تقلقيش يا بيبي، ده مدفع الإفطار. شفت الجو كيف تغير؟ مرة. والآن الشيف فخرت هيخلي نرمين في الغسالة تتورط. ادعوا لنا يا جدعان. السلام عليكم.